أنا ولكن لهذا أنصح الطلبة اللي يروحون الأردن أنصحهم بمدينة إربد. مدينة إربد ميزتها أنها مدينة صغيرة تحافظ فيها على وقتك. تمام في الرياض إحنا يضيع مشوار في الطريق صعب. مزحوم ساعة يروح عليك. نعم في إربد ولله الحمد مشاوير كلها تأخذ في 5 دقائق. يا سلام. الأمر الثاني جمال الطبيعة. في الأردن اكتشفت أنه ما درسته في الابتدائي صحيح، أن هناك 4 فصول في السنة. يعني احنا نعرف الشتاء والصيف. نعم هناك اكتشفنا بالفعل انه في ربيع وخريف، شفتها بعيني يعني، وهذا جميل تجربه كويسه يعني. جميل جميل ايضا منطقه جرش قريبه منها، ايضا منطقه جميله جدا. جميل. محبي الحياه الطبيعيه والبريه والمخيمات والرحلات بيكون هناك جوهم جميل يعني. جميل. اللي يحبون المولات والشغلات هذه لن يجدوا مرادهم في اربد يعني.